دي عمليه مستعجله يا دكتور. شوف دكتور غيري، كلهم مشغولين والطفل في خطر. بقول لك تشوف دكتور غيري، مش عامل عمليه، هتتفضل اطلع بره. استنى، حضر اوضه العمليات، الدكتور حمدي هو اللي هيعمل العمليه. حاضر. حمدي انت اللي هتعمل العمليه دي. مش ممكن، عمليه ايه اللي هعملها؟ ده انا مش قادر اشوف، مش قادر افكر. انت اللي هتعمل العمليه دي، انت مسؤول عن حياه الطفل ده. انا انسان ميت، ميت. حياه الطفل دي مسؤوله منك. حمدي اعمل العمليه دي علشان خاطري. يا دكتور انا فاضي، ابوس انت دلوقتي مش حمدي، انت طبيب مسؤول، اخرمت انك تأذي واجبك لاخر لحظه في حياتك. اخرمت لكن اعصابي مش بايدي. انت خايف على نفسك مش على الطفل، انت لازم تنفذ حتى لو كان ده اخر عمل لك في حياتك. Thank you.
طمني النبي يا دكتور، طمني. الحمد لله العملية نجحت. نجحت؟ هي بس ربنا يديك طول العمر. يا ساعة كام؟ واحدة ونص. ده مش ممكن، انت متأكدة؟ ايوه متأكدة. صباح الخير، احنا بقينا في يوم جديد. لكن ازاي ده؟ ده كان وهم يا عم. ده ما كانش وهم، انا انكشف قدام عيني المستقبل. الحوادث كلها حصلت بالظبط زي ما شفتها. مفيش غير حادثة موتي انا اللي ما حصلتش. ازاي انا عايش لغاية دلوقتي؟ انا كان المفروض اموت الساعة 12. كيد الانفجار اللي حصل في المعمل ده كنت انت المقصود بيه. لكن خروجك علشان تأدي واجبك هو اللي انقذك. مين عارف؟ يمكن علشان الولد ده يعيش انت عشت، وامه مسكينه ملهاش غيره. ربنا استجاب لدعوتها. يعني خلاص المحل فات.